الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ورحب بتعلم التالي تعدادي في التمرين حول درس أكسدة بعض الفلزات في الهواء. إذن التمرين التالي يتعلق بأكسدة الألومنيوم. أولا يجب أن أذكر بمفهوم أكسدة. مفهوم الأكسدة من اللي تسمع أكسدة شنو يعني؟ يعني واحد الفلز مثلا الألومنيوم غادي يكتسب الأكسجين، هذا هو المعنى ديال الأكسدة. الألومنيوم غيكتسب الأكسجين ملي باش تعرف شنو المعنى ديال الأكسدة باش تقدر تخدم التمرين بسهولة. في الهواء يعني خصنا الهواء باش تكون هذه الأكسدة، خصنا الهواء ضروري، متفقين؟ ألوغ كذلك شنو هي المعلومة الجد مهمة اللي خاصك تعرفها؟ هو الناتج نتاع أكسدة الألومنيوم في الهواء هو الألومين، والألومين ضروري تعرف الصيغة نتاعو هي Al2O3، وتعرف بان ما الاكسجين كيتواجد في الهواء بالصيغه O2. الى عرفت هاد الزوج هادو صافي تقدر تجاوب على التمرين بالكامل، وكذلك تعرف الاسماء نتاعهم. طيب دونك تعقلها على هاد الزوج وتقدر تجاوب على التمرين. كيفاش غنقول كيفاش؟ اولا اعطي اسماء المتفاعلات التي تدخل في تفاعل اكسده الالومنيوم بكل بساطه. وشنو قلنا بالنسبه للالومنيوم؟ كيتفاعل مع الاكسجين. اذا اسماء المتفاعلات التي تدخل، دونك اسماء اولا المتفاعل الاول غاز ثنائي الاكسجين O2. اعطي اسماء المتفاعلات التي تدخل، دونك بلا ما قلنا الصيغه ولكن معليش نديرو الصيغه. ثم الالومنيوم صيغة نتاع Al، متفقين؟ ديك ما اسم الناتج هو صيغته الكيميائية. فالزوج اسم الناتج أكسيد الألومنيوم أو لا الألومين، أو لا الألومين هاي بين قوسين الألومين كنمزولو اش دونك الصيغة نتاعو صيغته ها اللي قلتها لك هي Al2O3. السؤال 3 اكتب معادله حصيلة التفاعل. دونك شوف معايا مزيان كيفاش تجيب المعادله الا نسيتها. المعادله هما المتفاعلات هما اللي كيكونوا في الاول، متفاعلات هما الالومنيوم والاكسجين. ضروري تعرف الصيغه تاع الاكسجين هو O2 و O2. النواتج كيكون هو الألومين Al2O3، صحيح؟ مزيان. إذا خصني نوازن المعادلة فقط، دابا خصني غير نوازن المعادلة، متفقين؟ إلا عرفت المتفاعلات وعرفت النواتج صافي خصني نوازن المعادلة وصافي نلقاها. دونك خصني جوج ديال الألومنيوم، دونك نقدر نضرب أنا في زوج ونشوف. خصني ثلاثة ديال الأكسجين، ثلاثة ديال الأكسجين. إذا هنا عندي زوج وهنا ثلاثة، إذا شنو هو المضاعف المشترك الأصغر؟ هو 6 بين 2 و 3. اذا كيفاش غادي نحصل هنا على 6؟ خصني نضرب في 2. كيفاش نحصل هنا؟ خصني نضرب في 3 على 6، متفقين؟ كنقلبوا على المضاعف المشترك، عندي O2 O3 هو 6. اذا هنا باش نحصل على 6 نضرب في 2، وهنا باش نحصل على 6 نضرب في 3. اذا الاكسجين صافي متوازن، هاي عندي 2 في 3 الاكسجين هي 6، 3 في 2 الاكسجين هي 6. يعني الاكسجين اللي كاين على اليسار كاين على اليمين، هذا هو الموازنه ديال المعادله. شحال ما عندي الاكسجين هنا راه عندي نفسه. بالنسبه للالومنيوم كنشوف شحال عندي، عندي 2 في 2 4 ديال الالومنيوم، يعني نكتب هنا 4. صافي المعادله يعني دابا موازنه، عندها 4 ديال الالومنيوم هي 2 في 2 4 ديال الالومنيوم، 3 في 2 6 ديال الاكسجين هي 2 في 3 6 ديال الاكسجين، متفقين؟ او السببين لاستعمال الالومين في تلفيف من المنتجات الاربعه، يعني اكسيد الالومنيوم. علاش كنستعملوه في تلفيف المنتجات؟ لأنه غير منفذ للماء وللهواء. وبما أنه غير منفذ للماء وللهواء، أو السببين غير منفذ للماء وغير منفذ للهواء، يعني كتيم يعني لا يسمح بمرور الماء ومرور الهواء. ويمكن بما أنه غير منفذ للماء والهواء يمكن استعماله
بدون طلب يعني بلا ما تسوق ولا بدون صباغته بلا ما تسوق. يعني هنا عندنا جوج لي زافونتاج، اولا ما كيسمعش الماء والهواء، ثانيا نقدر نستعمله بما انه ما كيسمعش يعني ما كيتاكسدش ما كيتاكلش متفقين، وكذلك نقدر نستعمله بدون طلب بدون بلا صباغه بلا ما تسوق لما نضيع فيه المنتوره ولا. دونك متفقين، الله رجعنا على التمرين ونتلاقوا ان شاء الله في التمرين الاخر.